السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة فيديوهات الكارديو فاسكولار سيستم. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالكارديو او الهارت، ان شاء الله نبدأ في الجزء الخاص بالفاسكولار. واول فيزلس معنا هنتكلم عنهم الا وهما المين ارتريس، اي الشرايين الرئيسية في الجسم. اول شريان هنتكلم عنه وده الشريان الوحيد اللي في الجسم اللي بيحمل نان اوكسجينيتد بلاد، الا وهو البلمونري ارتري. هنتكلم فيه عن اربع نقاط: الأورجن، الكورس، الريليشنز، البرانشز. الأورجن بيطلع منين؟ البلمونري ترانك بيطلع عندنا من حاجة اسمها الانفانديبولم أو السموث بارت بتاع الرايت فينتركل، بيطلع ورا السير دي كوستال كارتريج. تمام، بيكون في عندنا 3 ساينس أو 3 جيوب بتكون موجودة فوق الكاسبس بتاع البلمونري فالف، طوله بيكون حوالي 2 انش. طيب بالنسبة للكورس بيطلع عندنا ابورد باكورد، يعني فوق والورا، وبيمشي ناحية الليفت، وكمان بيكون على الليفت سايد بالنسبة للأسندنج أورطة زي ما احنا شايفين. بيوصل عندنا لحد الاسترنال انجل او السكند كوستال كارتليج، وبيحصل له عندنا بايفوركيشن، اي بينقسم للرايت والليفت بالموناري ارتريس. طيب بالنسبة للريليشنز، الريليشنز عندنا لو بصينا عليها انتيرور معروفة جدا ومش محتاجة، في عندنا الليفت لانج لانه بيكون ناحية الليفت شوية، وفي عندنا كمان الليفت بلورا، وفي كمان عندنا البريكارديوم او الغشاء اللي بيحيط القلب لانه بيحيطه هو كمان. طيب بوستيرور، احنا قلنا في الكورونري ارتريز ان الليفت كورونري ارتري بيمشي وراه، وكمان زي ما احنا شايفين الليفت اتريوم، وزي ما قلنا في البريكارديوم ان الترانزفيرس ساينس بتكون ورا البلمونيا ترانك. طيب بالنسبة ناحية الرايت، في عندنا الرايت اوريكل بتاع الرايت اتريوم، وكمان في عندنا الرايت كورونري ارتري، وكمان في عندنا الاسندنج اورطة. طيب بالنسبة لناحية الليفت، بيكون في عندنا الليفت كورونري ارتري او الشريان التاجي الايسر، وبيكون عندنا الليفت اوريكل بتاع الليفت اتريوم. طيب فوق زي ما احنا شايفين بيكون الاورتك ارش او الارش بتاع الاورطة زي ما هنعرف الفيديو الجاي ان شاء الله. اخر حاجه هنتكلم عنها الا وهي البرانشز. في عندنا قلنا ان هو بينقسم للرايت بالمونري ارتري والليفت بالمونري ارتري. الرايت بالمونري ارتري بيكون اطول واوسع، بيكون طوله حوالي 2 انش، بيمشي عندنا ورا الاسندنج اورطة وورا السوبيرور فينا كافا، وبيمشي عندنا كمان قدام الرايت برونكس، يبقى ورا الاسندنج اورطة وورا السوبيرور فينا كافا، لكن بيكون قدام الرايت برونكس لحد ما يوصل للهايلم بتاع الرايت لانج اللي بالمناسبه بتتكون من 3 لوبس. طيب لما بيوصل للهايلم بتاع الرايت لانج بينقسم عندنا الابر سمول برانش، ده بيروح يغذي الابر لوب، وبينقسم عندنا كمان لارج لور برانش، ده بيغذي الميدل والانفيرور لوب بتاع الرايت لانج. بالنسبة للليفت برموناري ارتري ده بيكون اقصر واضيق، بيكون حوالي طوله 1 انش بس، بيمشي كده قدام الديسندنج ثوراسيك اورطة، وكمان بيمشي قدام الليفت برونكس عشان يوصل للهايلم بتاع الليفت لانج. لما بيوصل للهايلم بتاع الليفت لانج بينقسم لابر ولور برانشز، بيروحوا للابر واللور لوبس في الليفت لانج. طيب فوق ليه بيكون عندنا الارش بتاع الاورطة زي ما احنا شايفين، وبيتصل بالارش بتاع الاورطة بليجامنت اسمه الليجامنتم ارتريوزم، اللي هنعرف هو جاي منين بالظبط في الديفلوبمنت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم في الامبريولوجي ان شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك شير سبسكرايب للقناة، وقلنا رأيك في التعليقات. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.